كلامك مظبوط في موضوع ان احنا ما نخففش وما نتقلش. الرجاله اكتر ناس بيعملوا كده, بيبصوا نص كم على طول. انا بعمل كده بالنهار بس معايا فيست, يعني معايا فيست عشان لو اليوم طال وانا فضلت بره البس الفيست, مش مشكله. دراعي لما يبرد مش مشكله, المهم انا هدف صدري. طيب يعني عايز اقول لحضراتكم انه رغم ان ما حدش مركز قوي مع التقويم القبطي, لكن في الشتاء بالذات بتلاقي الناس تسال طوبه خلص ولا لسه, ابشير خلص بزعبيب ولا لسه, وبعدين يطلعوا بقى الامثال اللي احنا عارفينها على شهور قبطيه في الشتاء. فتلاقي الناس زمان في الارياف كده عندنا كانت تقول لك ايه, برد طوبه يخلي الشابه كركوبه, ابشير او الزعبيب برمهات روح الغيط وهات. والحقيقه ان المثل ده ليه قصه. ليه المثل بتاع برمهات ده؟ لانه في الشهر ده بيكون موعد نضج المحاصيل الشتويه وموعد الحصاد. وبالمناسبه دايما المزارعين بيهتموا اكتر بشهور القبطيه لانها هي الادق في معرفه موعد الزراعه والحصاد. ده بيحصل من اكتر من 1200 سنه قبل الميلاد, لما الفراعنه قسموا السنه بامر من بطليموس الثالث, وارتبط هذا التقويم بالزراعه والحصاد عند المصريين واستمر لحد النهارده. وطبعا كل المزارعين بيعتبروا ان شهور القبطيه هي الدليل بتاعهم في مواعيد الزراعه والحصاد. خلاص بدأنا شهور الحصاد, شهور خير لكل الفلاحين والمزارعين والمصر كلها. بنصبح لحضراتكم مرة تانية, وأهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.